<applause> آه غادي نجاوب السعدية البسطي آه كتقول عافاك عاونيني عييت ما نحاول نتبع النصايح ديالك ولكن ما قدرت نوفر والو قسمت المصروف والملتزم ملتزمة به وهاد الشهر سالا ليا الفلوس آه اولا حبيبتي آه الله يسهل علينا وعلى الجميع ان شاء الله هاد المصروف ماشي هو آه انا غادي نعطيكم واحد البنات كامله غنعطي واحد ميساج آه قلتها في شحال من فيديو وفيديوهات تدبير المصروف ضروري ما نسمعوهم مره جوج ثلاثه اربعه خمسه نسمعوهم نسمعوهم بقاو الشغل نخلو علاش انا فيديوات المصروف ما كان يعني الكتاريه كنجي كنهضر ديال تدبير المصروف كنهضر ونخليهم بحال غير صوره علاش باش ما تلتهوش مع ديك الصوره تشوفوها تبقاو غير تسمعوا سمعي ودخلي الراسك يعني داكشي الشيء وعاوديه مره جوج ثلاثه أه لهذا غادي نقولكم تدبير المصروف راه خاص مع رؤوسكم كاين النقط النقطه الاولى هي واش نتيا عندك شي هدف شنو اللي غادي ديري من هاد التدبير المصروف اللي الغد غادي لان كاين بزاف الناس ما شاء الله مسك عليهم الله وكيقولك لك أه ولش انا غادي نمشي وهاني كاع ندخل ندير تدبير المصروف غادي نوفر الفلوس ليش وكيهزهم واحد شويه كيهزهم كيمشي يصرفهم هذاك هنا نحسو بالاحباط لانه ما حطيناش واحد الهدف قدام عينينا لهذا حبيباتي حطوا دائما واحد الهدف عندك مثلا هذا الاسبوع غتقولي غد غادي نمشي غادي ندير واحد الحاجه غادي نمشي نشري مثلا واحد واحد الصوره عجبتني اشتاع في واحد المحل وغادي نشريها هذاك الاسبوع كامل انتيا كتوجدي باش تشري هذيك الصوره يعني انتيا غادي تحضري نفسك وفرحانه ليها لهذا حتى تدبير المصروف خاصك تحطي واحد الهدف باش داكشي اللي كتجمعي كتجمعيه بحب وحتى الا شتي شي حاجه بغيتيها وما جبتيهاش مثلا شتي شي حاجه غراتك في السوق وكتقولي لا ما غاديش نشريها لانه عندي واحد الهدف كتكوني مرتاحة ترتاح نفسيتك ولكن لما كان عندك واحد الهدف ومنعتي راسك من شي حاجة لهذا كترجعي تهزي هذوك الفلوس كتقولي كت علاش وانا نقشف على نفسي وانا باغيه هذيك الحاجه والحياه والموت غير وحده وما أنا على هذا هذا هو اللي كيخلينا كنبقاو نشوف واحد الدوامه خطره باغين نديرو شي حاجه وخطره حنا بغينا نتهلاو فرصنا خطره حنا ما بغيناش نكونوا يسمونا الناس متقشفين تدبير المصروف خاص تعرفوا بالله راه ماشي التقشف تدبير المصروف هو تعرفي تصرفي على قياسك تمدي لحافك على قد رجليك اللي كيشد 3000 اورو ماشي بحال اللي كيشد 1200 اورو وماشي بحال اللي كيشد 4000 درهم وماشي بحال اللي كيشد 10000 درهم وماشي بحال اللي كيشد 2000 درهم يعني باش نعطيكم واحد المثال اكثر واكثر واوضح دابا حنا في المغرب ما شاء الله هاد الشعب كامل كتشوفوه ساكن كاين اللي يعني الحمد لله ساكن مكري او ديالنا المهم ساكنين كنخلصوا واحد الاجر ديالو هذاك اللي بنا راه خلص داكشي كان في دقه من ملي كتشوفي هاد الناس واحد السيد عنده خمسه ديال الوليدات او اربعه ديال الوليدات وعايش بواحد ال... واحد الراتب بسيط ووليداتو واكلين وشاربين ولابسين اوكي ما غادي نقولوش لابسين واحد يعني مثلا واصلين في واحد ال... واحد الميزانيه كبيره وكيصرفوا فيها ولكن كيتصرفوا على قدهم وواحد اخر عنده واحد الميزانيه كبيره وعنده غير جوج وليدات وكتلقاه حتى هو الشهر كيكملوا بهذيك 10000 درهم وهذا كتلقاه يكمل الشهر ب 1500 درهم بجوجهم كيكملوا الشهر بها علاش شنو هو الفرق الفرق هذا اقتنع ب 1500 درهم باغي كثر ولكن هذاك الجهد اللي لحق ليه وهذاك اللي عنده 1500 درهم ما مش ما يعني حتى شي حاجه اللي شافها بغاها اللي عنده 10000 درهم كيمشي وكيشدها بهذيك عشر... كيشدها كيصرف هذيك درهم في النهايه بجوجهم كيكملوا الشهر كيخلصوا الضو ديالهم الماء ديالهم غير واحد يمكن لها ديال ديال الضو كتجيه فيها تسعمية درهم او 700 درهم والاخر غير 150 درهم علاش لانه هذا على قياس ال ديالو لهذا ملي كنكونوا بغينا نوفروا شي حاجه وكنشدوا مثلا 10000 درهم او ألف درهم وكنحطوا واحد الهدف وكننقسموا غير كندوزوا الشهر غير ب 3000 درهم اكل شرب سميتو الملابس يا يا البنات راه ماشي ضروري تخرجي تشري اللباس راه عطيتكم فواحد الفيديو شرو فين تشرو الملابس ديري واحد الظرف للملابس ديري واحد الظرف للصحه ديري واحد الظرف للاصلاحات ديري و... كل حاجه ديري لها الظرف ديالها ديال الشهر كامل وفرقيها او الملابس ما غاديش نشرو كل شهر ديري واحد الظرف حطي كل شهر في واحد المبلغ وشري من 6 شهر ل 6 شهر او من 4 شهر ل 4 شهر غتشري جوج قطعات صافي لان تبارك الله الا جينا في الخزائن ديالنا راه عامرين بالحوايج دونك الا شريت انا جوج قطع في السنه يكفيني او في جوج الاعياد الا شريت كيكفيني كي وفي الصيف مثلا شي مناسبه نشري شي حاجه غادي بها شي مناسبه او شي حاجه او مسافره بها ما كاين مشكل ولكن باش مش نبقى انا اوكي عندي هنايا 15000 درهم الميزانيه ديالي كتطلب مني 6000 درهم مثلا وكان داكشي اللي بقى كنمشي نقول اه عندي هنا الفلوس يلا يلا يلا, يلا جازي زيدي آه اليوم اتعشي في هذا الريستوران غدا سيري آه شري هاد الحوايج وعندي كتمشي كتشوفي تقولي عندي الفلوس شنو غندير بيهم ما عمرك يكون عندك الفلوس في يدك تقولي شنو غندير بيهم لا شوفي شنو انت اللي خاصك شنو اللي خاصك عاد تمشي تقلبي على دوك الفلوس جمعي الفلوس ديالو قلبي على اللي خاصك قبل ما يكونوا الفلوس في يدك ملي يكونوا الفلوس في يدك ماشي تمشي تقلبي تقولي شنو خاصني نشري بهم واش نسافر بهم لا واش ندير بهم هذا واش ندير بهم اصلاحات في الدار لا حددي الهدف ديالك جمعي له جمعي العيد جمعي الدخول المدرسي جمعي الصحه خلي وفرق حتى النهار اللي كتوصلي داك المبلغ اللي بغيتي تصاوبي به هذاك الهدف ديالك وصلي هنا كتكوني انت ماشيه بتوازن لان كل حاجه كتعطيها ماشي كتشدي كل شيء الفلوس ديالك كتدخليهم في واحد الحاجه مثلا في اصلاحات وكتجلسي هكاك اون لا عندك الاصلاحات في الدار كتبني خمسين في المئة ديال الراتب ديالنا غادي نعطوها لهاديك الاصلاحات خمسين في المئة غادي اللي بقات غادي ندخلوها للمعيشة للمواصلات الاجار داكشي اللي بقى الا عندنا ماجرين الصحي يعني هنا علاش كنخلو 50 خمسين، غير 50% خمسين في وكتمشي فيها بزاف ديال الحوايج لاننا هنا ملي كنكونوا نبنو ضروري ما نتقشفوا شويه ما يمكنش تبني وانت يوميا كتاكلي الكروفيت والكالامار وانواع الفواكه البحر والفواكه الموسميه والغير موسميه الغاليه وكتلبسي هذا تعطلي بالروائح الغاليه ما يمكنش راه ما يمكن حبيباتي لهذا حطوا هدف فرقو الميزانيه على هذاك الهدف اللي بغيتو مثلا شنو الغندير غندير به واش حاجه كبيره خاصني نقتصد بزاف خاصني نتقش نوصل لحد التقشف كانت داكشي اللي بغيت انا الهدف ديالي بسيط وما زرباناش عليه ما نتقشفش ولكن نعزل نحط له واحد الميزانيه ونخبع له كل شهر واحد شويه بحال هكا كنتعلم نوفرو اما باش يجي الواحد يقول لك انا حاولت ما ندير ما تحاوليش طبقي المحاوله ديال شي واحد اللي بغى يدير ريجيم اللي بغى يطلع مع شي مثلا يدير شي رياضه بغى يدير واحد اللعبه بغى يدير واحد التحدي هنا كيدير محاوله اما عندك هدف طبقي خلينا من المحاولات طبقوا يا البنات طبقوا يا البنات عزلوا حيدوا منكم بزاف ديال الحوايج ما عمركم تخرجوا بالبسطام ديالكم او الفلوس ديالكم للسوق انتم ما مصاوبينش واحد الليسته ومخرجين غير القياس ديالها خارجه للسوق صاوبي واحد اللائحه راجعي هذيك اللائحه واش هذا ضروري مثلا انا سجلت اليوم نقولوا مثلا سجلت في اللائحه ديالي خاصني لي شامبينيون خاصني البوارو خاصني شويه الكروفيت تفكرت واحد البصيله خاصني نصاوبها نسجل هالشي كامل لا موطاف ونمشي عاوتاني ندير هنايا خاصني الطحين وخاصني الزيت وخاصني وفي اخر الشهر نقول يلا خديجه زيدي تقدي قبل ما نخرج للسوق كنجد هذيك لاليس نراجعها واش انا نيت هذيك البصيله داك النهار توحشت واش باغيها واش ضروريه نشوف نقول شنو عندك خاتجه هاد الشهر راه عندك الفاتوره ديال الضو غاليه راه عندك غتصيفطي لولدك الفلوس السكن وفلوس القرايه ديالو راه عندك هذا يعني بلاش ما ندير هذيك البسطيله انا ما بغيش هذيك البسطيله هاد الشهر نحيدها عليا او الا لقيت شي نوع ديال الحوت رخيص نشدو اللوحه في الكونجيلاتور حتى مره اخرى حتى نصاوب البسطيله شويه بشويه ولكن هذيك البسطيله ماشي ضروريه هذيك غير انايا أه هكا تشهيت شي حاجة وبغيتها وسجلتها ولكن مش اشنو اللي ضروري في هذيك الليستة اللي سجلت الطحين ضروري الزيت ضروري القهوة ضرورية اتاي ضروري السكر ضروري هاد الاشياء ضروري الخضرة بطاطا ومطيشة والبصلة وخزو ضروريين ستوب الحليب ضروري ستوب هادو ضروريين فاتورة الضو ضروري تندفعها فاتورة الماء ضروري ندفعها حنا ملي نحير عليها الضروريات دوك الشامبينيون وداك الصوجة وداك سميتو داك الصوصوجا وهداك الكروفيت وهداك لامار نحيدهم دير عليهم يقدروا يتسناو يقدروا يتسناو بلوتاغ بلوتاغ ونجيب غير داك الضروري لهذا راجعوا وخرجي الفلوس ديال هذاك الشيء الضروري هزي معاك القياس مثلا بحال حطيتي الحساب ديال هذاك الفاتوره هذيك الليس اللي دايره ديال المقاضي لقيتي فيها تقريبا تقريبا ميه وثلاثين درهم هزي زينتي ميه وربعين درهم صافي علاش وحاولي تقلبي على البروموسيونات تقلبي على شي حاجه رخيصه تقلبي على تجيبي غير القياس ديالك ليديك الا كنتي مثلا شي حاجه اللي ما كتستعمليهاش دائما وكما قلت لكم بيت الخزين راه كيعاونكم بيت الخزين علاش لان كتلقاي بروموسيون كتشدي الزيت اللي غيديك عام كامل زيت الروميه عام كامل ديال ديال مثلا هذا الصبر. تصبير خدمو بيديكم الخبز الكرواسون الشنيك دي واخا يكون مام ديالها لا راه عليكم في شحال من فيديو المهم صنع يدك رخيص ونقي نقي اهم شي حاجه نقي وديره صبري الخضره في دارك جمعوا الجاج الدجاج صبروا علاش انا كنتقدى غير مية درهم ديال الخضره في الشهر هذا الا ما عنديش الضياف ما كان حتى واحد غير انا ومنتي ميات الخضره والله العظيم تكفينا علاش لاني عندي الخضره مصبره ما طيشه كنشدها في الوقت كتكون رخيصه العصير مصبرته في الدار ما كنشريش العصير ديال الزنقه أه يعني شحال من حاجه الكونفيتور كنصاوبو في الدار تصوروا الكونفيتير ما ما, ما ديال الزنقه كنشريه الا مثلا صافي واحد هكا تشهيت واحد النوع الكونفيتير وهذيك الفاكهه ما عنديش ما شريتهاش ما ونجي او صيفطوا ليا والديه او خواتاتي او صديقاتي شي كونفيتير ديال برا كندخلو على داري اما باش نمشي نصاوب كنلقى الحامض رخيص كنصاوب الكونفيتير كنلقى الليمون رخيص كنلقى الفريز رخيص كنصاوب من الكونفيتير كندير له كيديني عام عامين وكيبقى عندي العصير كندير ليه يديني عام عامين نصبر في الدار نقي مزيان طيبته في داري نقي عارفه شنو دايره فيه خيزو مطيشه اللوبيا الخضره اللوبيا البيضه ال... كلشي كيتصبر في الدار ما بغيتو تجمدو صبرو ما بغيتو تصبرو جمدو المهم قادي في الدار ديالك شحال من حاجه كتقدوها وراه هادشي ما يشد من غير التنظيم نتمنى حبيباتي هذا السعديه الباستي هاد الفيديو الباستي او لبستي هذا التعليق هذا او هذا الجواب هذا والبنات كاملات راه ما تحاولوش طبقوا رجعوا للفيديوهات ديال تنظيم المصروف تدبير المصروف طبقوا يا البنات طبقوا ديرو بحال شي واحد مزيركم كيتسالك هزي واحد داك المبلغ اللي توفري ديري بحال كيسالك كي شي حد وقف على الباب قالك يا تعطيه ليا يا نهرس لك دارك هزيه حطيه وديك الساعه مشي غير بهذاك اللي عندك مشي بهذاك شوي اش غنقول لكم راه الا جينا لكم شحال كان مثلا كان شدّو راه تقولوا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وحنا حامدين الله سبحانه وتعالى ولكن بالنظام وبحسن التدبير وتدبير المصروف الله سبحانه وتعالى كيوصلنا غير بعدو منكم بعدوا غير من الربا يعني كل ما تحيدو من الربا راه افضل لانه يعني حرب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله عليه الصلاه والسلام نتمنى حبيباتي هاد النصايح يعني تشدوهم بعين الاعتبار ماشي غير تقولوا تمشوا تشوفوا فيديو اخر وتبقاو صافي تقولوا ليش مالي انا وتشوفي وحده جسرات ما نعرف شنو وحده دايره الماكياج وحده ديروا غير بشويه عافاكم حبيباتي وجمعوا شي حاجه ديروا شي حاجه صندريلا أه الجميله قالت لي عافاك اختي شفتك غسلتي المواعن في البانيو واش هادشي يعني الاقتصاد سمعتها من شحال في دينا حبيباتي الغاليات الاقتصاد في الماء الا بغيتي تسيقي الدار شطبي قبل الا كانت يعني ما هكا ما ماشي موسخه الارضيه ديالك بزاف دوزي واحد الشطابه قبل فاش تكونو دوزو الشطابه ما تهزوهاش الفوق ما تبقاو تهزي وتضربي بالشطابه راه كتغبري كديري الغبره على دارك واخا ما كتشوفيش داك الغبار راه كيطلع واحد الغبار بقاي جري الشطابه هكا 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 حتى تجمعي داكشي كامل جمعيه هزي حيدي عاد كتشدي واحد شويه د الماء فركي به الارض جريه شلي بواحد شويه الماء عاد دوزي الشيفون بشويه الماء يعني نقولوا هنايا سطل ونص د الماء او جوج سطول د الماء سيق لك الدار ماشي سته سبعه ديال سطولة راه كاين اللي كنشوفوا والله العظيم كيخوي كي سطوله سطوله د الماء وما دارو ما 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 ماشي كثرت الماء كتسيق ماشي كثرت الماء كتوصل للدار صحيح الحوايج فاش كنكون صبنو كيبغوا تشلال شلوا الحوايج مزيان ولكن الارضيه فاش كتكونوا ملي تكبلك لك شي بقعة ديال الزيت هزي شي قطعة ديال التوب قديمة غادي ترميها ومسحي بها داك الزيت باش ما باش ما تخوي على داك الزيت دوري في الدار كامل وديري شوية الصابون في هاديك البلاصة ومسحيها وخليها حتى تبغي تسيقي الدار لك البيض على الأرض ترس لك شي بيضة على الأرض جمعي ديك البيضة عاوتاني مشي قطعة ديال التوب غادي ترميها و... ولوحيها وديري شويه ديال الصابون شويه قطرة جافيل ولا الخل الابيض مسحي بها ديك البقعه وهنتي نقيتي هذيك البلاصه وحيتي الريحه منها وعقمتيها من داك البيض لهذا ماشي تهرس لينا بيضه يلا زيدوا الدور زيد ديك الدوري ديك البيضه في الدار كامله والماء وصل لهاد الماء لا في الماء نفس الشيء خوي الماء عندي لك من الا شتيني كنغسل الماء شوفوني لاحظوا ما كتلقاوش مثلا المقله عامره بقشور شي حاجه وكنخويها لا كنجمع داك داك شي كامل كنحيدو كنشدواك الماء على دوك القطع ديال الثوب وداك اللي كنقطع ما بغيتهمش ما كنرميهمش كنشدهم كنحيد بهم داك الزيت داك الدهنيات داكشي كي اللي كيكون في الطباسل داكشي كي اللي كيبقى في المقله الا قليت شي حاجه كنمسح ونرميهم او الكا الورق فهمتوا صافي كيبقاو كي لي الماعن اولا ما كنستهلك الصابون الماعن بزاف انا شخصيا كنحط القرعه ديال صابون الماعن وكنبقى ندير منها غير واحد شويه كتديني 3 شهور 4 شهور حتى ل 5 شهور قرعه صابون الماعن 4 شهور بالقليله القليله كديني اربع اشهر الا كان اليدين كيتعاقبوا عليها ما كتفوت يعني عندي بحال دابا كاينين شي حد في خواتاتي كاين هذا ودخلوا للكوزينه قالوا غنعاونوا ومنتي وهذا هنا كيستهلك الصابون علاش من هنا فاش صافي شديت واحد القرعه ديال الماء صغيره قنينه ديال الماء صغيره او شي اي شي قرعه اخرى كندير فيها شويه ديال الصابون المواعن وكنحطو وكنقول هذا غيديني الاسبوع لاني لقيت بنتي يعني ما كت ما كتكيس على الصابون بحالي قلت لها شتي هذا غيدينا الاسبوع هنا صافي ولينا حددنا واحد شويه كيدينا الاسبوع ديال الصابون لما غنغسلو نغنص... به لما ديالنا وجافيل كندير ربع قرعه ديك القرعه ديال ليترو ونص د الماء كندير فيها الربع ديال الجافيل كنعمر عليه بالماء وكنخليه هذاك جافيل الاقتصادي اللي اللي وريتكم سميتو كلوريل اه اقتصادي رخيص دابا زادوا فيه غلاوه دابا زادوا فيه تقريبا نقول لكم شي ثلاثه دراهم اللي زادوا في دقه واحده لقيتهم زايدين فيه ثلاثه دراهم اه ولا ب اه 18 درهم يمكن 18 درهم المهم زادوا فيه والله ما نسيتش نقول لكم الثمن باش لقيته اخر مره ولكن زادوا فيه حبيباتي كان رخيص اه المهم كندير غير ربع قرعه وكنزيد عليها الماء وكتدي الحمامات اكرمكم الله دايرتو والصابون كندير تقريبا كاس ديال اتاي الماكينه دي الصابون العاديه كنصبن فيه الحوايج البيض كيخرجهم ليا مزيان ما كيقطعهمش وريحته زوينه وما كيضرك في راسك المهم كل وحده حره السمنجه تشري ولكن غير حتى هو كنقتصدو فيه لهذا حبيباتي ملي كتقتصدي في هذه الاشياء حتى الماء تقتصدي فيه لافابو ديالك ما تكونش فيه الريحه علاش نقل الحوض شفتوا هذاك الحوض راه كاين الناس انا شفت العيالات كيغسلوا في الحوض ديالهم وكتلقايها كتغسليها غير لما كتجمع داك الشيء ولكن الحوض ديالها ما نقيش داك الروبيني كتلقايها مسخ ما تبغيش ما تشربي منه آه لهذا حبيباتي الحوض دائما يكون نقي وريحته زوينه مغسول بجافيل بالخل مره مره ديروا البيكربونات وكبوا عليه الخل سخنوا الخل وكبوه عليه ماشي ديروه بارد سخنوه وكبوه عليه وخلوه يمشي في داك سميتو حيد ديك الريحه وداك سميتو اللي في القادس ديال ديال قواس اكرمكم الله ديال ديال الحوض الكوزين لانه يعني شوفو كان كنخوف فيها شي حاجه ميد ما كنخوف فيه شي الريحه ديال الحوت ريحه ديال الدجاج الريحه, الريحة ديال اللحم الريحه ديال البيض كلشي كيدوز فيه ملي كيبقى الا ما عقمناه ونقينا راه كيبقى كي يعطينا واحد الريحه ويعطينا واحد العفن ويعطينا واحد سميتو لهذا نقوه مزيان داك وديرو واحد العود دوك البغوشيت ديال الخشب كتحكو به لداخل هكا هكا وشيتا ديال السنين حكو ديك واحد شي ديال السنين خصصيها له حكي بها ونعطيكم نصيحه ملي من كتلقاو دوك الشيتات السنين فرشات الاسنان رخيصه شرو منهم كميه كبيره علاش خصصي وحده للدجاج وحده السمك وحده للحوض وحده للمواعن هكا ديك ديال الحوض ما تغسليش بها المواعن خاص ديري لوحده اخرى ديال الدجاج كديريها في واحد البلاستيكه ولكن خرجي داك الراس كتبي على ديك البلاستيكه لانه ملي تكتبي عليها هي كيمشي مع الماء مع الغسيل ولكن كتبي على واحد البلاستيكه بالله هذه ديال الدجاج علاش ملي كنكونوا غسلوا غسلنا الدجاج وفركناه كتشدي هذيك الشيته وغادي طيبيها كديري واحد الكاسرونه فيها شويه الماء شويه الخليط يطيبوا حتى يطيبوا شويه الملح ووقفي فيها ديك الشيته باش تعقم من ورا داك الدجاج ورا الحوت كتفركي كتفر فيها بلاصه ديال دوك الكلا الكيلا ديال الدجاج وبلاصه فاش كان الطيحان ديال الدجاج بلاصه فاش كان ديك الامعاء ديال الدجاج كتفركي بديك الشيته كيحيد داك الدم لانه داك الدم ديال الدجاج راه كيبسل لكم الدجاج ديالكم نفس الشيء للحوت داك الحوت ديك السمكه فاش كتحيدي الكبير كتحيد السخاس الكبير كتحيدي واحد الجلده بحال هكا كتلقاي دوك الأضلع ديال سميتهم داك الشوك ديال ديال الحوت اللي وديال السمكه الداخل كتلقاي الدم شاد فيه هكا كتكرطيه هكا واحد شويه بسميتو كما كيتحيد ملي ديري داك الشيء تا كيتحيد لانه الدم ديال الحوت كيخسر الطعم ديالو وحتى هو ما يعني من الاحسن تحيديه لهذا خصصوا هذا الشيء رجعت لكم شي ثلاث سنين رجع لكم الماء كتخصصي واحد البانيو نقي تغسليه كل مره وتنشفيه وتخليه خاص لتشلال الماعن والماعن كتجدي البونجا كديري واحد الماعن صغير فيه شويه الماء والصابون شويه جابيل الخل وكتفركي به المعينات كاملين فاش يتوسخ كتبدليه وهذاك ديال التشلال كتسميتو شتي شي حاجه سميتو راه كتلقى الروبيني واحد شويه راه كيطازدي في الماء بمعنى الكلمه انا راه وريت لكم الفاتوره ديال الماء راه وريتها لكم في الفيديو اذا تفرجوا في هذا الفيديو ديال الروتين اللي فيه تقسيم الميزانيه ديال اخر الشهر راه حاطه في الاول كومنتير اول تعليق حاطه فيه واحد الرابط ديال الفيديو ديال تقسيم الميزانيه ديالي راه مريتكم فيه الفاتوره ديال الضو والفاتوره ديال الماء شحال كتجيني في الماء تقريبا تقريبا الا جاتني بزاف كتجيني 30 درهم للشهر الا كانوا عندي الضياف وعند تبارك الله الدوشات يعني العائله وهذا الشيء راه كتوصل ليا حتى ل 50 درهم ديال هذا في الصيف ولكن الايام مش العاديه وسميتو كتجيني 20 درهم 21 درهم 22 درهم ماكسيموم أه هذا بالنسبه لهذا ما بغيتش نطول عليكم هذا الفيديو حبيباتي هادو غير نصايح للبنات اللي, اللي بغيت يتبعوهم يعني خاصني في الماء خاصني في كل شيء راه التبذير اصلا حرام تحت الله سبحانه وتعالى تعالى أه وني بكم راني نحبكم كامل